C'est mon truc. أنا اسمي وجيهة جندوبي، ممثلة تونسية ومسرحية بالأساس، معناها نعمل تياتر، نعمل تلفزيون زادة وسينما، ونعمل حتى راديو. تونس 3000 سنة حضارة، تونس المرأة الحرة، تونس المرأة اللي تقول كلمتها، تونس المرأة الفاعلة المناضلة الكادحة، تونس هي دنيتي. دعشوشة صغيرة برا تخافوش، دعيشيشة خدناك. رقدت قمت نلقى طب شعر في وجهي تحت الدقنونة مربوط بدين الشرغوم على اليمين. يا ليتني ما قمت. عيشي بكلها في المسرح، بكلها في الفن، على المسرح سي اموند فورميدابل، نحبه برشا برشا. انا الشوا متاعي ارتستيك ديما نحب نحكي على المواضيع اللي توجع، اللي ما ينجموش العباد يمكن يقولوهم، يخافوا والا ما يعرفوش يوصلوا، نقولهم انا معناها، لكن نحب نقولها ديما طريقه كوميديه، على خاطر الكوميك يوصل فاسيلمون الداخل معناه. وقت اللي صارت الثورة عام 2011 خرجنا برشا وجيعة، مشينا وبرشا حب للبلاد هذه، حلمنا ببلد أفضل فيها أكثر ديمقراطية. نحن لي زارتيست شفنا برشا نوار، شفنا برشا ضوء، شفنا برشا حاجات مزيانة، ربحنا كمان حاجة، ربحنا إن ولينا نجمو نتكلمو، نجمو نعبرو ونقولو رأينا برشا صدق وبرشا صراحة اللي قبل ما كناش نجمو نعملوه. مي تو دان كو ظهرت حاجة غريبة علينا، معناه ما نعرفوهاش، ما كانتش موجودة. جاء سواد، الناس عندها برشا كره، عندها برشا قلة معرفة. وقريت اللي الدين سمح حاجة ياسر محلاها، تحبك في الدنيا، تحبك في العائلة، تحبك في صحابك، تحبك في العمل، تحبك في برشا حاجات. ما تعلمتش الدين الكره والقتل والدم وهالاغتيالات وهالشيء ذي اللي صدمنا ومانيش قبلته وما نجمش نقبله. وبالنسبة لي المسرح هو سلاحي باش نحكي على الشيء ذي ونرفضه ونعمل عليه كوا. والله ايموسيون كبيرة، يعني سبكتاكل بعد 5 سنين وما زالت العباد هكا يعني تستنى فيه وتحب فيه، سي امبورتون. يعني اليوم لا برودكسيون سي اون ريكونيسونس بارابور لارتيست نتاعنا اللي عاشت معنا دي بون مومون، وعاشت معنا دي مومون دو ستريس ودي مومون دو جلوار وكل شيء. يعني تو الخمسة سنين هذوما الكل سي امبورتون نكونوا ريكونيسون معاها ونعملوا لها الانيفرسير دو سون سبكتاكل لا 5 اماني. عملنا برشا عمايل مع بعضنا، توا كبرنا مع بعضنا أنا مانيش ترو تياتر، كنت حصرتني بالعاني معاها في الخدمة، كنت
تياترا بيبرا تراوش عبد راو طلع وعمل لكم ساعة أنت يظهر لك مش عجبتك ولا ما عجبتكش إيجا شوفها قبل ما تدخل شنو اللي يصير فيها وشنو التراك وشنو العذاب راي الحق نعرف شنو معناها العذاب تاع طلوع سيرسين و... التراك فوديس نحب في قيمة النهار هذا يكون العرض معناها في قيمة النهار هذا يكون عرض اكسبسيونيل احتفالي سيسور باش يكون فما برشا شارج فما برشا ايموسيون ان شاء الله لبس ان شاء الله صفا ان شاء الله صفا هذه هي الخارج مرام بيان ماكيي لابسه برشا فما برشا نوار فما برشا الوان واللي باش نشوفوهم بعد على الركحة عكس هذا تماما معناها باش نشوفوا المرأة هذه في داخلها برشا حزن في داخلها برشا وجيعة عندها برشا أسئلة تحب تطرحهم بعد نفهموا اللي أنا السمبول بتاع البلاد هي المرأة هذه ما في الأخر هي تونس تحب تكون محلاها مزيانة حرة ديمقراطية ناسها محلاهم مزيانين يحبوها شريط لام تقسم في اثنين طوندوز الطوندوز خدمة ثلاثة سكوندات وتحرقت اي خاطر الشعر هذا وحلف البلاد دونك المال والفميل ما تفهموش مع بعض شبيك راهو اضطراب هرموني مؤقت نتج على الوضع المخيف اللي عاشته البلاد نهار قوي شوية أكبر ديكور باش نخدم فيه دونك أكثر أيامي باش نخدم فيه اليوم باش يتسكر وعنا بوكو دو سيكونس غوتار دونك سافا إتر فريمون خدمة قوية شوية ديما في المسلسلات وفي الدراما التلفزية يعطيوني تصوير المرأة القوية اللي عندها مبادئ المرأة الفاعلة المرأة العاملة الناشطة معناها تصوير المرأة التونسية اللي احنا نحبوا نشوفوها الحبة هجر ما حبش تتغطى بعضاش الحلقة بالحبة يظهر Je me tombe mieux sur un corps. Quand il y a des tels bostrales. Chez. Malgré ça, معناها quand même, عندي حاجات في الدار يلزمني نعملهم. عندي ولدي ما شفتوش عندي برشا وحسيته شوية توحشني. شكون قتل؟ Je crois qu'on est en face d'un réseau international. دار هذه مازال فيها عوايد هكا كل واحد يغرق في زمانه وحده دونك اليوم يلزمني نجي نجري ميدي باش نعمل ايميسيون بور فيتي سا و اون ميم تان نحكي على المسرحيه دونك مخي نحاول نفرغ مخي من الفويتون وندخل في البرسوناج الاخر نتاع العفشه من امور والبياس دو تياتر باش نحكي في الراديو ضيفتنا وجيهه جندوبي اهلا 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 بكم الكل اهلا وسهلا مرحبا بكم زاد انتم مرحبا وجيهه خمسة سنوات من العروض اقلقت من العمل نتاعك فديت منه ليه ما قلقتش منه ما فديتش
كل عرض عنده الروح متاعه، دونك يتبدل العرض ويتجدد مع الفضاء، مع نوعية الجمهور، مع النفس متاع الممثل، مع روح الممثل نهارتها. فما مشروع قريب لقلبك أكثر من الآخر؟ كل المشاريع خرجت من قلبي، مش قريب من قلبي. لا لا بالحق، ما خرجت مني أنا سيختو المسرح، خاطر مسؤولة عليه 100%. معناها مش مسلسل، هذي ساعات تلقى روحك في دي سيتياسيون اللي ما تنجمش تتحكم فيها. كبيرة ماكش أنت متحكم فيها. أنا معرسة، معناها عندي وليد عمره 5 عام، نحاول نوفق معناها ما بين العشتين، دونك باش نمشي له بعد ليميسيون باش نمشي للكريش، نروح بيه وياكل كلاس، يلعب شويه. شريت له فواتور هكا بالكوموند، زعما زعما هكا هاو. نضحك خاطرك محليك محليك محليك. نمشي براتيكمون كل يوم ولا نهار بعد نهار، نطول باش تتوالى، هي بدا يتوالى عليها الوقت، يتوصل تفور بالوقتاش من نعش من 8 نتاع الصباح تضربها لنص الليل ما تروحش، ولي نتعدى نطول نهز لها ولدها هكاك استانسنا. لما في الدار عندها الجو نتاعها، عندها الشهر نتاعها، والمسرح هذاك يقعد ديما خدمه. مليني حياتي الحقيقة، مليني دنيتي، ما عندي حتى شيء آخر. معناها ديما بون كيف نتعب، فرانشمون كي نتعب برشا ونفقد داري معناها ونتوحشهم برشا، ندخل في كونفلي ساعات، نقول سي موفي شوا، ما حقنيش، حقناني خدمت كي الموظفين الكل في تونس من 8 نص نهار مسعتي للستة. مي justement انا ما كارير ولا سيتي با ان شوا، معناها ماهوش محضر، مش وانا صغيره قلت راني انا باش نولي ممثله ولا باش نمثل، با دي تو. قرايتي اخرى كنت عم جيستيون، حاجه ما عندها حتى علاقه باللاغ، معناها جيت باغازار لاغ باغازار هكاكا ترميت. مي وقت اللي قريت فقت اللي لاغ حاجه تري امبورطونت واقرب بتيتخ اقرب حاجه لاتر هومان، باش تعلموا، باش تفرهدوا، باش توري اغلاطه، باش تضحكوا على روحه، باش يضحك، باش تحكي له على هواجسه، باش تحكي له على حالته، تعاونوا بتتر زاد شد ثنية. ميرسي بوكو. مازال بزاف المفاجئات. كيف أنا اخترت وجهها أني ندخل في الدومين أرتستيك اللي يلزمه بريزانس فيزيك وبريزانس ديسبري زيدا ومونتال وكل شيء، معناها دونك تاخذ لي زيدا من 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 فكري، وفي نفس الوقت داري يلزمها حضور نتاعي أنا، حضور جسدي وحضور ذهني. كيف لازم يشوف بنتي اللي تقرا شنو اللي ناقصها، ولدي اللي في عمر حاجته بحنان الام، راجلي كيف اللي اون بارتاج توت اون في، معناها يلزم نقرا له حسابه في برشا حاجات، دونك قاعده نحاول. هذه الدنيا وهذه الدنيا، انا عندي دو في يلزمهم يمشوا مع بعض. هكاكا وجات ما بين عينيا محسن الحجامه، هذه محسن بنت حومتي كنا نعيطوا لها محسن من القطب وست، خاطر كانت تخرج الشعره من العجين. سالت عليها قالوا لي تلقاها في ظلال الهدايه،
فين تاكسي سيدي رزيق عرضتني بلاكا ظلال والهدايه. دقيت الباب ظفري تحل لي كباب العرش. بسم الله الرحمن الرحيم. ايمن انا نلقاها قسيمه 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 تقول قزرنا. بديت نقرا. سنه اولى تحضيري ا صحوه ورحمه. بون. سنه اولى تحضيري ب موسيقى ونفس مطمئنه. ممتاز. سنه اولى تحضيري ج رسم وعذاب القبر. عذاب القبر؟ سامحني انا وين يا اخي؟ سنة أولى تحضيري دل مونوتوف وبراعات يدوية. إيه شو؟ يعني نتبع مالك نمشي للميسرة اش نلقى هنا؟ سيارة مفخخة وحزام نافس ولا فاسس ولا شافس ولا سخط هذاك الكل؟ وانا لا لا وانا لا 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 هذاك رجعون؟ شو ما نحكي لكمش؟ أنا بالفجعة أكل لحي انحجمت أصبيح قالت لي يوبا. نحن شعب حتى في السيريو متاعنا وفي الجدية متاعنا لازم الضحك. بالحق لازم الضحكة هكيك التونسي هذه الفورمة متاعنا ولا كيفاش هكا نحن في طنبك الحزن نحن حتى في الموت حشيكم وكل شيء ما دومش برشا معناها تجي تقول البركة فيك درشنو درشنو وبعد تقوم تتفكر كلمة ريتك المرة شعملوا نوليو نضحكوا معناها هذيك أحلى توانسة هكيك الخلطة متاعنا ياسر ياسر محليها هاي خاطر تونس على الميديتراني دونك تعدوا هنا برشا حضارات دونك هذاك اللي خلق عنا اسبري محلول وفير دونك يقبل تفادليك ويقبل يقبل انه اليوم يدخل يضحك نتعداو علينا رومي نتعداو علينا فاطمه يعني عشنا برشا حضارات دونك تو سا يخلق عندك تولي انت منفتح على العالم دونك تولي تضحك عندك تولي عندك خصوصياتك تولي موزايك نتاعك هذاك علاش تقرا ترقى ديما جماعه البحر الابيض المتوسط ديما تلقاهم في الكوميدي تلقاهم هما اكثر عباد سمباتيك يعني ما حلينا عائلتي معايا و تربيت مع اخواتي اولاد كيف كيف نفس الدار نفس الواجبات ونفس الحقوق ونفس كل شيء معناها هما اللي خلوني هكا نتكلم ونحكي برشا حريه فوالا هذه الحومه اللي عشت فيها وكبرت فيها صحابي هوني كنت نلعب هوني بون نجم نمشي حتى الغاتي سيتا ميسيل جو تي بيرمي أهلين 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 ولا توحشتك بابا وين؟ صفا لاباس والله الحمد لله بابا صفا صفا حتى تليفون لا والله نصور أمي نصور من الصباح لليل هكا توحشتك والله بنيتي توحشتك أم مسلسل به إن شاء الله باش يطلع محلي لا أنت مسلسلاتك الكل شر إلا بالمجدك المسلسل اللي مع أسبوعي كلوتيل ولا شنو أنا شوية ما عجبنيش لا هذا باش يعجبك محلي إن شاء الله محلي هاني ديما عشت مع ثلاثة أولاد عشت معاهم بدلة ياسر كأني طفل كل شيء نعمله لها أنا كل شيء نعمله لها أنا كيما الأولاد كيما هي معناها كيف 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 هذاك علاش ما نحسش بالنقص أنا مثلا ولا نقول طفلة أقل وسيختو أمي معناها مرأة قوية اللي مام شوز مرأة قوية ما معناها حقوق حقها تفك وكلامها تقول فهمت ما شو فهم ليبر فهمت بشكل ترحديه دونك هذاك علاش تقالي في فكري نخمم كأدخ ما مش كامرأة تو سامبلومون وكانت ياسر بشوشة النغمة اللي تسمعها وجهها في التلفزة ولا تسمعها في الراديو لازم لا ما تشطح عليه وراي قدك فنانة معناها الفن متجسم فيها
أصل هي بوها فنان. واو. هنا فنان. واو. هذاك علاش صارت فنانة هي. أنا كنت نغني مليح ونشطح مليح سوري وعربي. طلعت هي كيفين. ما سماش هي عزوز أنا شايب. نسموه صغار. علاش على خاطر عشنا في الفن. فهمتني ولا والرقص. هي أختي الثالثة، أنا عندي زوج بنات وهي الثالثة. أون بارتاج تو، والخايب قبل الباهي. شاطري. قد ما هي كالم ودوس وساج وريزونابل قد ما أنا العكس كومبليتمون. قولي لي ربي خلقنا باش نتكاملوا. أما تعاني. والأفكار الجهنمية. يا حسرة 37 عشنا مراحل ما تنجمش تتوصف. عشنا بدينار وعشنا بعشرة وعشنا بألف وعنا كيف وذيك الحاجة اللي نحبها فيها. أنا با شونجي عندي أنا وجهي سي وجهي هذيك. لا لا تبدلت الحركة. فيش هاي جماعة تنقوا صوبتو بون توا باش نمشيو لمسرح الحمامات باش هذه تسمى أول عرض رمضاني في شهر رمضان لمسرحية العفشة منامو. دونك إن شاء الله يكون فما جمهور. كل حاجة في حياتي كبيرة ولا صغيرة لازم نحكي هيلا. نجي هكا راني في حالك وخناني ونبكي ودري عندي حكايه بدون انا ماني سنسيبل في ساعه نتاثر. سكت لي حكايه تبردني في ساعه ترجعني للتعب تاعي العادي. شفت شو البحر اي 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 بطنا كيفاش بديت؟ بديت في البحر. سكننا جدد وقتها في الحومة. هي عمرها 7 سنين وأنا 8 سنين. بديت بكذبة حسيلو الصحبة هاكا. قلت لها شفت فما الركان قتيل حطينا اللي هو مكمش. مالا ليه؟ نعطي راجلي زوجي؟ نعطي المخرجي؟ نعطي صديقتي. خاطر انا عمري ما خرجت من البلاد هذيا وعمري ما حلمت اني نكون في بلاد اخرى. بالعكس قعدت ياسر داخل تونس في مشاكلها مشاغلها. انا مرأة تونسية عربية مسلمة ونعتز بالحاجة هذية. نحب نخرج في مظاهرة كيف اللي خرجت فيها لوكاتورس. محليها محليها نتكلم فيها نعبر فيها نصيح فيها نبكي فيها. نحب نشوف تونس لا فقر ولا بطالة حرية شغل وكرامة ثقافة أديان وحضارة. نحب نشوف أحزاب من اليمين ومن اليسار جمعيات وحقوقيين زويولة ولبس عليهم اليد في اليد متوحدين. من الكوميدي نخلق الوجيعة والحيرة والسؤال. ما نحبش أنا شكون يجي يتفرج فيا في المسرح ويخرج مخه فارغ ما فيه حتى شيء. نحب يخمم ويسأل ويحاول يفهم شنو الإطار اللي هو عايش فيه وشنو المحيط اللي هو عايش فيه. نحاول بالإيماج اللي أنا باش نعطيها على تونس إنه يحبها البلاد هذية ويخمم فيها بالحق كيفاش ينجم يمنحها وكيفاش ينجم معناها يساهم إنه يطورها.
أحلى حاجة في الدنيا تونس، ما نخليهاش، ما نجمش باللي فيها الكل، ما نجمش. تونس أنا.